نشرة إخبارية من أورينتا نيوز، أهلا بكم. نبدأها بأهم العناوين. ضرر كبير تعرض له مرفأ اللاذقية. إسرائيل تؤكد استهداف حاويات تضم صواريخ دقيقة في ميناء اللاذقية. أكثر من 10 إصابات بحرائق التهمت مخيمات في الشمال السوري. انفجار في بعلبك بلبنان، وأهالي المنطقة يقولون إنه استهدف مستودع أسلحة لميليشيا حزب الله. السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته لوقف تهديدات ميليشيا الحوثي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نقلت قناة العربية عن مصادر قولها إن الغارات الإسرائيلية على ميناء اللاذقية استهدفت حاويات تضم صواريخ دقيقة. يعني بالشكل العام ضرر كبير تعرض له مرفأ اللاذقية ومحطة الحاويات اللاذقية كما تشاهدون. أعمدة اللهب في هذه اللحظات، يعني جهود جبارة من فرق الأطفاء و أصيبت امرأتان بحروق في مخيم قاح شمال إدلب بعد اشتعال النار بالمدفأة وانتشارها في الخيمة. أقل الدفاع المدني أن 7 حرائق اندلعت خلال 48 ساعة الماضية في المخيمات سببها المدافئ، أدت لإصابة 11 نازحا بينهم أطفال ونساء. أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجار كبير في محيط بلدة النبيشيت شرق بعلبك، ونقلت عن شهود عيان أن الانفجار وقع بمستودع ذخيرة يتبع لميليشيا حزب الله. وكانت تقارير إسرائيلية كشفت أن الميليشيا تستخدم اللبنانيين دروعا بشرية وتعمل على تخزين الأسلحة وخاصة الصاروخية في الأحياء السكنية بالعاصمة بيروت ومدن أخرى. والحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر سكايب توني بولس مراسل أورينتا نيوز من بيروت. أهلا بك توني معنا في هذه النشرة، ما هي آخر الأخبار حول الانفجار؟ يعني في الواقع هذا الانفجار لا يزال غامض بظل غياب أي بيان رسمي للجيش اللبناني أو حتى لجهات رسمية لبنانية، إلا أن مصدر في حزب الله كان صرح للإعلام منذ بعض الوقت وقال أن هذا الانفجار ناتج عن انفجار صاروخ قديم يعود إلى العام 1982. فعلا يعني هذه الرواية كانت يعني لا تتطابق مع حجم الانفجار، وحسب ما يروي شهود عيان أن الانفجار استمر لبعض وقت وسمع ضويه في أرجاء البقاع عموما، وحتى الدخان الذي تصاعد بكثافة يوحي بأن الانفجار هو ناتج عن صواريخ أو سلاح أو حتى ربما غارة في هذه المنطقة. يعني هكذا يعكس يعني الأهالي في هذه المنطقة، حتى خبراء عسكريين يعني يعتبرون أن الانفجار كان يعني انفجار صواريخ قديمة لا يعطي هذا الدفع في الصوت أو حتى في الدخان المتصاعد. لذلك على ما يبدو أن هناك رواية يحاول حزب الله تسويقها لعدم كشف فعلا حقيقة الحادث الذي حصل. وعادة في هكذا حوادث يطبق يعني حزب الله الحصار على المكان ويمنع الإعلام من الاقتراب أو التصوير وحتى معرفة الحقيقة ويخرج بالرواية التي لكن يريدها. طوني حتى إذا كان حزب الله يبحث عن طرق لإخفاء ما يفعله، لماذا يضع مثل هكذا أسلحة ما بين المدنيين وهو يعرف مدى خطورة انفجارها؟ يعني حزب الله لا يأخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة العامة للمدنيين أو حماية المدنيين، بالعكس يعني هو يحتمي بالمدنيين ويأخذهم دروعا. يعني معظم مخازن أسلحته وتواجد عناصره يكون في مكان يعني يوجد فيه مدنيين، حتى منصات إطلاق الصواريخ يعني كما رأينا في أكثر من تجربة وآخرها كانت يعني عملية محاولة إطلاق صواريخ على إسرائيل منذ عدة أشهر كانت من قرية مدنية وقرب المنازل.
لذلك يعتبر حزب الله استخدام المدنيين يؤمن له حماية من قبل أي رد آخر وحتى استهداف مخازنه، لذلك يلجأ إلى اعتماد أماكن مدنية ومنشآت حيوية لحماية عناصره ومخازنه. نعم، طوني بولوس مراسل أورينت نيوز كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. طالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه وقف تهديدات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين. جاء ذلك بعد يوم من كشف التحالف العربي أدلة تثبت تورط ميليشيا حزب الله إلى جانب ميليشيات إيران بشن هجمات إرهابية ضد المدنيين في اليمن والمملكة. والحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل المنسي الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة. هذه المطالبة السعودية هل هي الأولى من نوعها؟ هل ستؤتي أكلها مع المجتمع الدولي؟ في الحقيقة المملكة العربية السعودية تحاول أن تحشد المجتمع الدولي في سياق التصعيد الكبير الذي تدفع به إيران ضد المملكة العربية السعودية من خلال أيضا استخدام القفاز الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية وفي اليمن مستخدمة أسلحة إيرانية، وثبت بالدليل القاطع من خلال أيضا الكثير من التقارير الدولية التي تؤكد بأن هذه الأسلحة التي بحوزة الحوثيين هي أسلحة إيرانية الصنع. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني صادرت كثير من السفن وهي ذاهبة إلى الحوثيين تؤكد كل هذه الوقائع بأن إيران أصبحت تدفع باتجاه تفجير المنطقة مستخدمة القفاز الحوثية باليمن، وهي بذلك تهدد مصادر الطاقة وتهدد أيضا الممرات المائية التي تمر عبرها الذي يمر عبرها النفط. وبالتالي المجتمع الدولي في حقة الأمر يشعر بقلق كبير جراء هذا التصعيد. إذن كيف من الممكن أن يدخل مجلس الأمن أو يتدخل في مثل هذه الحالة بعد مطالب السعودية؟ هذا 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 وارد، لكن يبدو أن المجتمع الدولي أيضا يشدد اليوم على إيران من خلال أيضا هذه من خلال يعني توظيف هذه الأزمات الموجودة في المنطقة سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، وكلها ميليشيات إرهابية خارج القانون وخارج إطار الدولة تدعمها إيران، وإيران متورطة حتى النخاع في دعم هذه الميليشيات التي تهدد الأمن والاستقرار والمصالح الدولية والإقليمية في المنطقة من ناحية، ومن ناحية أيضا استهداف الطاقة والملاحة البحرية سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر. والأمر الآخر أيضا أن أتصور في الملف النووي الذي شكل أولوية وأهمية الآن للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، وكل هذه ملفات وضاغطة وراءها إيران. نعم، وصلت الفكرة. دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم PKK الإرهابي جنوب شرق البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية الجديدة إرن الشتاء 13 تستهدف ولاية شرناق، وذلك في إطار مساعيها للقضاء على التنظيم الإرهابي على حد وصف البيان. بلغت حصيلة المهاجرين غير النظاميين الذين أنقذهم خفر السواحل التركي في بحر إيجا 991 شخصا خلال 13 يوما بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة. وحذر خفر السواحل في بيان من أن السياسة التي تتبعها اليونان بحق المهاجرين تزيد من خطورة ارتفاع عدد الضحايا، وأشار إلى أنه تم ضبط 10 أشخاص متورطين بتنظيم عمليات عبور غير قانونية. وفي خبرنا الأخير من أفغانستان، حيث وقع انفجار أمام وزارة الداخلية في العاصمة كابول دون ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وبهذا الخبر نكون وصلنا لختام النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. إلى اللقاء.